بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي الطلاب، بنكمل مراجعة الفصل الثالث على نفس نمط الاختبار النهائي. السؤال الأول: الصواب والخطأ. رقم واحد: عندما يكون تسارع الجسم واتجاه سرعته في نفس الاتجاه فإن سرعة الجسم تزداد، صح ولا خطأ؟ لو رجعت للكتاب في صفحة 65 لما كنا بنشرح التسارع الموجب والتسارع السالب، قلت لك إيه يا بطل؟ قلت لك إذا كانت السرعة بتزداد الحالة دي بيكون اتجاه التسارع مع اتجاه السرعة، عشان كده هنختار إيه؟ صح، خلاص؟ راجع الكتاب صفحة 65. طيب، زمن صعود الجسم لا يساوي زمن هبوط الجسم لنفس نقطة الانطلاق لأعلى. خلي بالك، لا يساوي. يبقى الكلام ده صح ولا خطأ؟ برضو لو فاكر لما كنا بنشرح في السقوط الحر في صفحة 79 وقلت لك عكس السقوط الحر انك انت تقذف الجسم لأعلى. طيب لو قذفت الجسم لأعلى، زمن الصعود كان لازم يساوي زمن الهبوط لنفس نقطة الانطلاق. خلاص يا أبطال؟ يبقى الكلام ده بدل قال لا يساوي يبقى خطأ. تمام؟ طيب، السؤال اللي بعده: يكون تسارع الجسم الموجب عندما يكون اتجاه متجه التسارع في الاتجاه الموجب للحركة، لسه قايلينها نفس المعنى، يبقى صح. راجع كتابك صفحة 65. طيب، اختيار متعدد. رقم واحد: الجسم الذي يمثل بنقطة ساكنة يعتبر ايه؟ موضوع بسيط جدا، بداية الفصل الثالث لو رجعت لصفحة 60 هتلاقي ان احنا كنا بنقول الجسم الساكن الذي لا يتغير موقعه، وبالتالي بنمثله بايه؟ بنقطة ساكنة زي كما في الشكل. اللي بعده: التغير في السرعة في فترة زمنية محددة، ده هو مين هو ده؟ ايوه، فاكرين التغير في السرعه في فتره زمنيه محدده، بدل قال فتره زمنيه محدده، يبقى ده ايه؟ التسارع اللحظي. ممتازين يا ابطال، تلاقيها في الكتاب في صفحه 62. بيقول لك وحده قياس التسارع، طبعا كلنا حافظينها، متر بير سكند سكوير، متر على الثانية تربيع. طيب، عندما يسقط الجسم سقوطا حرا فإن سرعته الابتدائية، الجسم هيسقط سقوط حر، كان معاك جسم هتسيبه يسقط سقوط حر كده، ده جسم اهو هنسيبه يسقط سقوط حر بالشكل ده كده. يبقى كده في البداية كان سرعته كام؟ في البداية صح كده صفر، سرعته كانت صفر. طيب، عندما تتناقص سرعة الجسم فإن تسارعه، سؤال خمسة اختيار متعدد، ركز معايا. عندما تتناقص سرعة الجسم فإن تسارعه، برضه هتراجع الكتاب صفحة 65، تسارع الموجب وتسارع السالب، يبقى ده كان تسارع سالب. نيجي السؤال رقم ثلاثة المزاوجة: التغير في السرعة المتجهة عند لحظة زمنية محددة، بدل قال محددة يبقى ايه يا ابطال؟ فعلا تسارع لحظي. طيب، اثنين: حركة الجسم في اتجاه القوة، في اتجاه القوة يبقى اذا كان ماشي مع الحركة، ماشي مع السرعة، ماشي مع القوة، يعني التسارع هنا في الحالة دي نقول عليه تسارع ايه؟ تسارع موجب. تمام كده. طيب، منحنى يعبر عن تغير سرعة الجسم في فترات زمنية، منحنى يبقى منحنى يعبر عن تغير سرعة الجسم يبقى منحنى السرعة الزمن. رقم أربعة: حركة الجسم تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط، يبقى ده إيه؟ طبعا ده تسارع الجاذبية، ده طبعا ناتج عن السقوط الحر. السقوط الحر الجسم بيتأثر بتسارع اسمه تسارع الجاذبية اللي هو مقداره 9.8. خلاص يا أبطال؟ طيب، هنا
سؤال قارن بين السقوط الحر والمقذوف الرأسي. السقوط الحر يعني الجسم هيسقط تحت تأثير الجاذبية فقط. طب المقذوف الرأسي حركة الجسم في عكس الجاذبية. المقذوف الرأسي كده انت بتقذف الجسم عكس الجاذبية كده بشكل، انما السقوط الحر كده انت بتسيب الجسم يسقط كده. خلاص عرفنا الفرق بينهم، ده سقوط حر، اما ده كده ده كده ايه؟ مقذوف رأسي. طب نوع التسارع في الحالة دي، هنا موجب هنا سالب. السرعة الابتدائية هنا كانت صفر، هنا كان لها قيمة طبعا بنحسبها المعادلات الحركة. هنا السرعة النهائية هي اللي لها قيمة في السقوط الحر، لأن هو في السقوط الحر كانت سرعته الابتدائية صفر، لكن النهائية ليها قيمة. خلاص ليها قيمة، وبالتالي تؤثر في الجسم اللي ايه؟ اللي بتسقط عليه. خلاص يا أبطال؟ بنحسبها برضه من معادلات الحركة. سواء معادلة الحركة الأولى أو معادلة الحركة الثالثة حسب المعطيات. إنما في المقذوف الرأسي السرعة النهائية هو أقصى سرعة وصل لها كام؟ أهو أقصى شيء وصل له صفر، أقصى شيء وصل له هو الصفر، أقصى شيء طلع له أقصى ارتفاع كان سرعته صفر. تمام؟ النموذج الثاني معانا في الفصل الثالث، هنحسب الميل. هنا اعطاك القيم، علاقه بين زمن وسرعه. السرعه هتكون على المحور الراسي، والزمن هيكون على المحور الافقي. زي ما تعودنا يا ابطال بنجيب فرق الصادات على فرق السينات يمثل الميل. يبقى الميل مين الصادات؟ الفي، يبقى في فاينل ناقص في انيشال. ومين السينات؟ هنا التي اللي هي تي فاينل ناقص تي انيشال. لو اخذت القيمه مثلا 10 و5 على المحور الراسي وهتاخد المقابل ليهم على الافقي 2 و1، يطلع الناتج 5. طبعا وحده القياس دي سرعه وزمن، يبقى متر على ثانيه تربيع. ومين هو اللي بنقيسه المتر على ثانيه تربيع؟ هو التسارع. يبقى اذا يمثل التسارع الميل، يبقى التسارع هو هيساوي الميل. طيب هنا قال لك ارسم نموذج جسيم نقطي للحركه بتاعه الجسم ده. قلنا ان ادي زمن، ليه زمن وليه سرعه. طيب الزمن صفر كانت السرعه صفر. طيب فضل الزمن بيعدي بيمر بيزيد الزمن والسرعه برضو بتزداد. هو استغرق 6 ثواني وسرعته اصبحت كام؟ 30 متر على الثانيه. خلاص هنا مساله بيقول انطلقت سيارة من السكون بتسارع منتظم مقداره كذا كيلو متر 8. طبعا التسارع التسارع مقداره 8 متر على الثانية تربيع. فهو بيقول لك كم المسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تصبح سرعتها 40 متر على الثانية. هنا هنستخدم المعادلة الثانية، ثانية للحركة. ليه؟ لأن هو طلب منك مسافة وأعطاك سرعتين. طيب وأنا عندي المعادله الثالثه بتقول البي اف تربيع بتساوي بي اي تربيع زائد 2 اي دي. يبقى اذا لو اخذت الدي في طرف هيكون الطرف الايمن عباره عن مين؟ بي اف تربيع ناقص بي اي تربيع على 2 اي، وبالتالي يطلع معايا بسهوله جدا اسهل طريقه هستخدم المعادله الثالثه والدي يطلع معاك 100 متر. 100 متر. خلاص؟ السؤال اللي بعد كده علل، يختلف وزن الجسم عن سطح الارض عن وزنه عن سطح على سطح القمر. طبعا ليه؟ لان انت عارف ان الجاذبيه على القمر ضعيفه، اقل من الجاذبيه على الارض. الجاذبيه على الارض متوسطها 9.8، اما الجاذبيه على القمر متوسطها 1.6، يعني تقريبا سدس الجاذبيه على الارض. يبقى الاختلاف في الجاذبيه. تباطؤ الجسم المقذوف راسيا لاعلى، كلنا لسه شايفين التجربه. لما بتقذف جسم لاعلى بيقعد سرعته تقل تقل لحد ما يوصل صفر وبعدين يرجع تاني. ليه؟ لانه بيتحرك عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه. خلاص يا احبابي؟ وبكده نكون خلصنا مراجعه على الفصل الثالث نفس طريقه الاختبار النهائي. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.